السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وحلوة جديدة. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم هذه الحليوة اقتصادية بدون زبدة، سهلة جدا في التحضير، كتجي جديدة بزاف كما كتلاحظوا، منظر ولا أروع. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة تحضير هذه الحلوة. المكونات غنحتاجوا 3 ديال البيضات، وبالنسبه للبيضه الرابعه فغنحتاجو غير الابيض ديالها، الاصفر نخليوه للتزيين. غنحتاجو كذلك الكاس ونص ديال السكر ما يعادل 250 غرام، بشور حامضه، كيس من الفانيلا، كيس من خميره الحلويات 8 غرام، كاس عامر مزيان يعني الكاس الكبير ديال الزيت 200 مليلتر، نص كاس ديال النشا حتى الكاس على حسب واش بغيتوها مقرمشه ولا شيشه، ودقيق على حسب الخليط. في قصعه او في اي اناء كتخدموا فيه كنديروا البيض اولا، ممكن ديروا غير 3 الا ما بغيتوش، يعني على حسب هذه الحلوه واش بغيتوها تجي مقرمشه او تجي شيشه بزاف. الا بغيتوها تجي شيشه فديروا 3 البيضات فقط وما تزيدوش داك الابيض، بغيتو انا كتعجبني مقرمشه فكنحتفظ غير بالاصفر للتزيين، والابيض كنضيفه في الخليط. ثم غادي نضيف السكر كاس ونصف، كاس ونصف ما يعادل 250 غرام، وطبعا ما نساوش القليل جدا من الملح يعني واحد الرشيشه. نضيفو كذلك مبشور ديال الحامض باش غادي نسمو كيجي مزيان بزاف مع الفاني. ثم غادي نضيفو الفانيلا وكيس من الفانيلا، وكي تستعملوا فانيلا سائله على حسب الذوق ديالكم. غادي نخلطو بالطراب اليدوي او بيدينا حتى كيتجانسوا هاد العناصر مزيان مع بعضهم. يعني حتى كيبان لينا بان السكر بدا كيدوب مع البيض. بالنسبه لهاد الكميه فهي كتخرج تقريبا 140 حبه، خصوصا اننا كنطبعوها، بالطابع ما كنلصقوش وحده مع وحده، يعني كتعطي كميه مزيانه. بالنسبه للاسره اللي صغيره وبغات كميه اقل فممكن انها تقسم المكونات على جوج. نحاول نكتب لكم ان شاء الله نصف المكونات اسفل الفيديو. غنوضعوا كاس ديال الزيت تقريبا 200 مليلتر، هو اللي كيهش لينا هذه الحلوه، يعني ما فيهاش الزبده، نكتفيو بالزيت فقط، كتجي خفيفه بيه ما كتجيش يعني ثقيله. وهذا نزول عن طلب لعدد الاخوات اللي بغاو حلويات بدون زبده او مارغرين، فهذه الامثل باش تحضروها. كما لاحظتوا اقتصاديه وكتعطي كميه وفيره. ملي كنخدم مزيان كنضيف نص كاس النشا او كاس حسب الذوق، كيف قلت لكم مقرمشه او شيشه حيت كما كتعرفوا النشا كيهشش الحلوه. ونضيف كذلك الدقيق شويه بشويه، وانا كنجمع من الاحسن بيدينا باش نعرفوها كيفاش ولات. وطبعا نضيفوا حتى كيس خميره الحلويات 8 غرام، نخلطو تقريبا بين 600 و 700 غرام، مهم نضيفو شويه بشويه حتى تجمعينا العجين. مازال الميزان عندي خاسر ومازال يعني ما كنعبرش بالضبط شحال، ولكن هذا القدر تقريبي يعني عيني ميزاني. مهم العجينه تكون رطبه ما تكونش قاصحه بزاف. وكيف العاده نضيفو الدقيق خاص بالحلويات، ماشي الدقيق العادي، هو اللي كيجي في الحلويات زوين خصوصا هذا النوع هذا. صافي غادي نستمر، ملي قلت لكم الدقيق تقريبي وتقدروا تحتاجوا اكثر او اقل. درت كميه كامله ولا احتاجيت ونزيد. العجينه كتجي بهذا الشكل رطبه ماشي قاصحه، كنكرر وكنقسمها مباشره كنخدموا فيها حيت ما فيها لا زبده لا مارغرين، ما كتحتاجش ترتاح مباشره تخدمي بها، وبكل سهوله يعني كتشكل وكتطلق ناجحه بطبيعه الحال. صافي غادي نقاد غير الكويرات ونخليهم على جنب، ومباشره غادي نطلق اما فوق سطح العمل نرشب الدقيق، واما نستعمل الورق يسهل علينا. وطبعا
نرشو بالدقيق جميع الحوار، نرشو شويه بالدقيق باش ما تسقليناش كما قلت لكم رطبه العجين. غادي نطلقها ماشي رقيقه بزاف، كنطلقوا الحلوه رقيقه بزاف ملي كتكون غتلصق وحده مع وحده، تكون متوسطه لان مازال غتنفخ في الفران فيها الخميرات الحلويات كما غتشوفوا معايا كيفاش غادي ندير ليها. وكناخذوا الطابع على حسب الذوق، هذه الحلوه عاده كدير بهذا الشكل هذا، وممكن تطبعوا باي طابع متوفر عندكم، ماشي شرط يكون هذا اللي على شكل هلال. صافي غادي نقطبع، وكيف قلت لكم ما تكونش رقيقه عفوا ما تكونش غليظه اكثر من الجهه اللي مازال غتنفخ. غنستمر بنفس الكيفيه كنقطع في العجينه، ومن ننتهي من الكره الاولى او من العجين الاول اللي طلقت غادي نطلق نجمع العجينه اللي بقات لي ونعاود نطلقها مع العجين الاخر بكل سهوله، ما كتلصق ما كتعذب، يعني سهله جدا. بانت لكم شي بلاصه رقيقه حاولوا تجمعوها شويه باش ما تجيكمش رقيقه اكثر من الجهه. بالنسبه لكميه السكر فهذه كتجي هي هذه بالنسبه للناس اللي كيشربوا ياكلوا الحلاوه عادي، اللي ما تيبغيوش الحلاوه ممكن انك ديري غير كاس فقط، يعني ماشي مشكل، واخا تنقصي من الكميه ديال السكر. صافي كيف قلت لكم كنتهي كنجمع هذه العجينه وكنعاود نطلقها مع كميه اخرى من العجين. هذا القطاع ديال الحلوه كنوضعهم في صفيحه مفرشه بورق الطبخ او مدهونه بالزيت حتى كنتهي. وبالنسبه للزين فهي كتدهن داك الاصفر البيض اللي خلينا، كنضيفوا معاه حليب باش يخفف لينا داك البيض ويكفينا الكميه كامله، تقريبا واحد جوج معالق ديال الحليب، حليب عادي حليب بارد، لان حتى السفره ديال البيض ما كتبقاش نهائيا. كنطربوهم مزيان، وبشيته عاديه او فرشات اللي كندهنوا بها البيض غادي ندهنوا الحبات الحلوه ديالنا، ومن بعد غادي نزينوهم بكاوكاو ايفيلي. الا عندك اللوز ايفيلي وبغيتي ديريه ديريه، بغيتي طيح عليك اقتصادي ويجي شكلها زوين في نفس الوقت فديري غير كاوكاو ايفيلي، فهو الثمن ديالو مناسب جدا وخفيف، يعني الوزن ديالو كيكون مزيان. كنظن تيدير على ما كنظن في مكناس كناخذو، الا ما ما نسيتش 50 درهم للكيلو كيعطي كميه كثيره، كيلو يعني يدوز لك شحال من حلوه، يعني رابعه كنظن كافيه تاخذيها لهذا القدر ديال هذه الحلوه اللي درت. صافي غادي نستمر كندهنهم كاملين باصفر البيضه اللي خلطنا مع الحليب، وعاد نزينوهم بالكاوكاو. بالنسبه للاخوات اللي ما تيتوفرش عندهم لنا اللوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي، ما كيتصاوبش في الدار، لان عنده واحد الالات خاصه باش كتخرجوا رقيق هكاك. ما كنتي يعني في واحد المنطقه اللي ما عندكمش فيه، فجيبي كاوكاو الكبير، لقيتيه مقشر هي هذيك ما لقيتيش، فكتسلقيه عادي بحال اللي كنديروا اللوز كنقشروه وخليه ينشف وهرمشيه وحمر، بلا ما تحمريه اعتذر، زيني به حتى هو كيجي مزيان، غير هكا ايفيلي كيجي احسن. يعني وباش ما نصعبوش دائما الوصفه كنعطيو اقتراحات اخرى باش ممكن اننا نبدلو بها، خصوصا ان بعض المكونات ما كتوفرش عند الجميع، كاين اللي كيلقاها وكاين اللي ما كيلقاهاش. كما قلت لكم ممكن تستعملوا كاوكاو كونكاسي اي مهرمش بلا ما يتحمر، لان مازال يدخلوا الفران ويتحمروا مع الحلوه. صافي غنستمر حتى نزينها كامله. طبعا عندي صفيحه اخرى فيها هاد الحلوه، انا حسبت عطاتني 140 قطعه، غادي نزين الاخرى وندهنها بنفس الكيفيه وندخلها الفران مسخن من قبل كما العاده. نار مهيله تحمر من التحت، عاد نهبطها ولا نشعل عليها تحمر من الفوق، حيت مازال ضروري داك البيض كيتحمر وكيعطي لون رائع جدا وكيجي شكلها زوين وكتجي حتى في المذاق زوينه وخفيفه، اكيد غتعجب الجميع الا جربتوها بطبيعه الحال. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونكون لبيت طلبات الاخوات اللي بغاو حلوه بدون زبده اقتصاديه وكتعطي كميه وفيره وفي الشكل ديالها تكون زوينه. شكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى التشجيع، وشركم مبروكه، واللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.